نبدأ نحسب الحالتين هذول اللي. طيب راح نحط إذا هون هلا 8.1 بيسمنت ما عندنا عدد الطوابع هون كان 30 مش هيك؟ 30 هذا طبعا N above ground and equal floor heights equal floor populations total population 600 floor height 4.5 بعدين عندي arrival rates arrival rates أظن هذه للبيسمنت بس هون it's irrelevant أصلا فرح يطلع معنا هي already الجراوند فلور 100% مزبوط بقية كلهم زيروز منهم عندنا الفيلوسيتي رح ناخذ الفيلوسيتي الأولى اللي هي كانت 6.3 acceleration رح نخليها 1 والجيرك 1 المود رح ناخذ up peak traffic عندي هذول 2 و 3 1.2 هذول نفسهم شيء 0.5 و 1 مزبوط وعندي الترايلز رح ناخذ 10,000 مزبوط هيك نعمل تشيك جيد اوكي داتا از اكسبتد ونعمل اوكي هذا السوفت وير الثاني رح تشوفه بعطي برسنتج بروجرس بعرف انه هو ماشي فطلع معنا هذا الرقم 154.57 هلا ما رح بدنا نحسب اول شيء العدد عدد مصاعد لو قسمنا على 30 شو بتعطيني هاي؟ 180 بعطيني 6 150 رح عفوا 180 6 150 رح يعطيني 5 بطلع 6 لما نعمل راوندينج اب مش هيك؟ فال بدها تكون 6 ورح تثبت على 6 ما رح تتغير هلا خلينا نعمل الايتريشنز حد بس يمسك الاله الحاسبه عشان يضل يقسم الراوند تريب تايم على 6 ويضرب بعدين في لامدا حتى نطلع الباسنجر الجديد راح نقسم 154.571 على 6 6.9 ضرب 0.27 هو اخر شيء 6.9 اوكي فبنزل عندي عدد الباسنجرز هون ل 6.9 بنرد بنعمل رن اوكي 140.678 اي 6 صح 6.33 على 6 في 0.27 6.33 نفس الشيء بنقسم على 6 133.9 على 6 في 0.27 6.02 130.139 اخر وحده بناخذها على 6 في 0.27 5.8 رح نثبت هون اوكي اذا رح ناخذ الرقم هذا اللي هو 127.321 نقسمه على 6 حتى نطلع الانترفل الانترفل اذا سولوشن فيرست سولوشن رقم 1 عندي ال بتساوي 6 في بتساوي 6.3 متر بير سكند والانترفل اكشوال قديش طلع؟ 21.2 سكندز والهاندنج كاباسيتي ممكن نفحصها بس احنا يعني ويفير لي شو انها تكون 13.5% بدنا الكار بدنا الباسنجرز قديش طلعوا اخر شيء الباسنجرز 5.8 قديش الكار عندي 17 اقسم 5.8 على 17 فالكار لودينج از ا برسنتج بيساوي 5.8 على نعتبرها 16 ولا 17 نعتبر هاي اعتبرنا احنا 17 هون 5.8 على 17 34% يعني الكار مرتاحه رح تكون نسبيا فاضي اوكي هذا اذا الحل الاول هاي السرعه الاولى هذا حل